صاحب فرق صاحبه سال الدمع من كل عين. على وقع هذا الشجن الذي تحيلنا كلماته إلى صاحبها، وهو العاشق والمحارب الاستثنائي الذي مضى على درب الثورة والمحبة معا، أحمد عبد رب العواضي القادم من محافظة البيضاء مديرية نعمان إلى قلب الثورة السبتمبرية، ليسجل تاريخه ويرحل تاركا خلفه إرثا وطنيا وأدبيا عاليا. بدأ حياته النضالية منذ طفولته، حيث انتزع من قريته وأسرته في البيضاء ليكون رهينة لدى والي الإمام في حريب بمأرب لضمان ولاء قبيلته للحكم الإمامي، لكنه سرعان ما شب عن الطوق ليرتد سهما في كبد الإمامة. عاش الرجل حياة كفاح، وخاض معركته الأولى ضد الوجود الإنجليزي بعد أن خلف والده شيخا لقبيلته. لحظة اندلاع ثورة 26 من سبتمبر تواصلت معه قيادة الثورة، فانضم إلى الحملة العسكرية التي توجهت إلى منطقة حريب في مأرب لمواجهة القوات الملكية هناك قبل أن يتولى قيادة الحملة. أوكلت إليه قيادة الثورة مهمات عسكرية في عدد من مناطق اليمن، وكان أبرزها إسهامه الفاعل في كسر حصار 70 يوما على العاصمة صنعاء. تقلد العواضي عددا من المناصب، منها وزير لشؤون القبائل ومستشار للرئيس عبد الله السلال ومحافظ لصعدة وبعدها تعز. استشهد العواضي مطلع مارس لعام 1973 في سجن بالعاصمة صنعاء بعد معركة استخدم خصومه فيها قذائف الدبابات والمدفعية لهدم السجن فوق رأسه. تجسدت في شخصية العواضي شيخ القبيلة ورجل الدولة وبطولات الثائر وعذوبة شاعر وعاشق، فامتلأ تاريخه بالمجد وبقي اسمه عصيا على النسيان. من قصائده التي تغنى بها الكثير من الفنانين: لا تشلوني ولا تطرحوني، ويا ظالم الحب، وطاب السمر، ويا غصن صنعاء، وعدد غير قليل من القصائد التي أصبحت أغاني تردد على كل لسان. لكنه في بلد كل ما فيه كان مملوكا لحاكمه، تجاهل نظام صالح معظم مناضلي ثورة 26 من سبتمبر وما تبعها من فك حصار 70، ومنهم المناضل أحمد العواضي، فكتبه الناس وبقي في ذاكرة البلاد. يا عيني على صاحبي ذي روح.